متابعين حلقتنا وختام لقاءاتنا لليوم مع غيداء نوام رئيسة جمعية نساند، ورح نحكي عن مشاركتهم بسباق السيدات. أهلا وسهلا فيك. أهلا معنا فيك. أول شيء، كيف بتعرفي عن الجمعية؟ ليش بلشت؟ بأي وقت؟ وشو هيك الإطار العام لعملكم؟ الجمعية بلشت بال 2019 بعد الثورة، بلشت كمبادرة فردية من أشخاص جايين من القطاع الخاص البرايفت سيكتور. كنا حابين نحن نساعد لمدة سنة واحدة بس، لأنه إجينا كثير تبرعات بالشهرين اللي اشتغلنا فيهم، ارتقينا أنه من الأفضل أنه نسجل الجمعية. تسجلنا بماي 2020، سو إفكتفلي الجمعية صار لها سنتين بس، بعد ما صار لها سنتين مؤسسة. بلشنا بشمال ب 28 ضيعة بعكار، ومن وراء انفجار بيروت اشتغلنا كثير ببيروت. الفكرة الأساسية من الجمعية، المشن تاعيتنا، هي نقوي المجتمعات اللبنانية، ندعمهم لفترة معينة، تبعدنا هن يصيروا سيلف سستيننج، يعني عندهم استدامة. سو بكل مشاريع، يعني عندنا ثلاث مشاريع، يعني احنا عندنا الشلتر، يعني ترميم البيوت، بخلاله رممنا 300 بيت ب 28 ضيعة بعكار. من وراء انفجار بيروت رممنا 2200 يونت، يعني 1800 منزل ومنهم بيت أثري بنيات الغلام، ورممنا 400 محل تجاري منهم 30 مطعم بمرم خير وبالجميزة. عنا البروجرام الثاني تبعنا هو الفود سيكيورتي، يعني بندعم التعاونيات الزراعية وبندعم الأشخاص السمول فارمرز، المزارعين الصغار، بأفكار جديدة. منا وزعنا وقتها دجاج بياض، وزعنا مناحل، وزعنا فيجيتابل جاردنز وشجر ثمري، حتى هن من البيع تبع هالأغراض اللي عم تطلع يقدروا يأمنوا مدخول شهري لألون. وثالث بروجرام عنا اياه هو الامرجنسي بروجرام، توزيع الاشياء، كل شيء فود ونون فود ايتمز، اكل وتياب و مثلا برادات، غسالات، ادوات منزليه، كل شيء ثاني يعني غير ترميم البيوت والدعم التعاونيات بينزل تحت هذا البروجرام. وهذا البروجرام اللي بنحكي فيه اليوم اللي هو تبني عائله بيدخل تحت هذا البروجرام. يلا رح نحكي فيه، بس خلينا نشوف فيديو بالاول نرجع نتابع. بنساند دور وحق المرأة على طول أولوية، ودايما عم يتطبق بكل مشاريعنا. من هالمبدأ قررنا نشارك ببيروت ماراثون وومن ريس كرمال نجمع تبرعات لنساند وندعم السيدات الأكثر حاجة تحت مشروع أدوبت أ فاميلي يلي أطلق هالسنة. كونوا جزء من هالمبادرة واشتروا تيكت من نساند كرمال تركضوا معنا ب 27 آذار نهار الأحد. لكن أنتوا عم تدعوا الناس لحتى يشتروا تيكتس من نساند، أرباح التيكتس لأي مشروع رح يعودوا؟ لمشروع تبني عائلة. نحن شاركنا بالماراثون سنة الماضية، كانت أول تجربة لنا وكانت كتير تجربة انترستينج. يعني هالسنة لأنه هيدا الشهر شهر المرأة، وكيف هيدا الومنز ريس، يعني داعيين المرأة، يعني النسوان والرجال يشاركوا بهيدا الماراثون، بس هو أكتر شيء لدعم المرأة. ارتقينا أنه كل شيء بدنا نجمعه من هال المدخول اللي بده يجينا، نحن التيكت عم ينباع ب 250,000 ليرة، 150,000 بيروح للماراثون، وال 100,000 يعني الناس عندها الحرية يما تدفع بس 150,000 تيروح للماراثون، يما تتبرع زيادة لبروجرام تبني عائلة بنساند. المصريات حتروح لدعم نساء، يعني يما أرامل يما هن مسؤولين عن البيت تبعهم، هن بأمنوا المدخول للبيت تبعهم، وبندعمهم على مدة سنة. خلال هذه السنة كل شهر بنعطيهم مبلغ بتراوح بين $50 وال$100، بيقدروا يستعملوه يما ليشتروا أكل، يدفعوا الأجار تبع بيتهم إذا مكسور عليهم، فواتير جامعات مثلا، في كتير بنات يعني بدهم يتخرجوا بدهم ياخذوا شهادة حتى يشتغلوا بس ما قادرين يدفعوا الفاتورة تبع الجامعة تاعيتهم. سو هيدي مثل دعم صغير لألون، وبيقدروا اخر شيء كمان يشتروا اذا عندهم مشاكل صحيه يدفعوا للمستشفى يما يشتروا فيهم ادويه. الفكره منا انه خلال هيدي السنه نحن موجودين حدهم،
من بعد سنه هن مفروض كعائله يكونوا لقوا الطريقه اللي بدهم يخلوا حالهم يصيروا اندبندنت ومنهم مرتكزين علينا كجمعيه، حتى هيدا المبلغ يروح لعائله تانية. وعم ننقي يعني عم نتاكد وقت نفوت على نحن بنعمل لهم ثلاث زيارات، اول شيء بنعبي لهم assessment form فيها 80 سؤال على التليفون عليها مثل فاليو معينه، سو اذا كان في عدد اولاد كبير بالبيت، اذا المسؤوله عن البيت هي مرأة، اذا في عندهم اعاقات جسديه يما عقليه بيطلع لهم بوينتس زياده. سو هيدي اول اسسمنت بنعملها، بنرجع بنعمل لهم فيزيت على البيت، بنرجع التيم كلياتنا بنروح بنتعرف عليهم، لانه العلاقه معهم بدها تكون لسنه، وبدهم يجوا لعنا بدهم يعطونا فواتير بدنا نشيك، بنرجع نعطيهم المبلغ الشهر الثاني. سو الفكره منها كلياتها بتعرف الي وقتها نحن ثائبه الجمعيه تاسست يعني كان في ثوره وكان في كوفيد، رجع صار الانفجار ببيروت، سو فتنا بمعمعه يعني. سو اول شيء كنا نعطي الكل، سو نحن باول سنه تقريبا وصلنا ل 75,000 عائله بكل لبنان. السنه اللي وراها صار في عنا عملنا ليمت اكثر، يعني صار عنا تقريبا 10,000 عائله ببيروت ب 93 زون، وعنا 5,000 عائله بالشمال بين طرابلس وعكار. اللي عم نعمله نحن هالسنه انه بدنا نعمل فوكس اكثر على عيال معينه تنكفي لهم حاجاتهم ماكسيموم، يعني ما بهمنا نحن نعطي حصه غذائيه يما فاوتشر لحدا، بدنا هاي العائله تكون مكتفيه. سو التارجت تبعنا نحن نوصل ل 1,000 عائله بكل لبنان، يعني مقسمينهم 300 بالشمال، 300 بيروت ماونت لبنان، 200 بالبقاع و200 بالجنوب. هيدي ال 1,000 عائله بيكونوا مثل سامبل، يعني مثل يعني عينه عن كل العيال اللي موجودين بلبنان. نحن بنوقف حدهم مثل ما قلت لسنه، بعدين بنقدر نأمنهم اشغال، بنقدر يعني نوصلهم لبر الامان، فهن وشطارتهم خلال هيدي السنه اذا هن بيقدروا يوصلوا لهيدا الشيء ما لقوا. يعني مجهود كثير كبير ومشروع عن جد كبير، الرقم 1,000 عائله منه هين. ايه. بده كثير شغل ومتابعه ودقه، فيعطيكم الف عافيه. عم نشوف الهوت لاين على الشاشه اذا الناس تحب تتواصل معكم، ورح نشوف فيديو كمان مرتبط بالموضوع اللي حكيتي عنه. اهلا وسهلا، تفضل. أنا تجوزت من 7 سنين، ومن 7 سنين كان جوزي صبحني بقتلي ويمسيني بقتلي. تركت كل شيء وحملت أولادي الثلاثة وجيت سكنت هون. أنا ماني مادي، أنا كهرباء هون. أنا أحياناً بضطر أحرم أولادي يومين وثلاثة بلا أكل كرمال أمن علبة حليب لأولادي، وللأسف علبة الحليب اليوم بلبنان هي 330,000. أنا مثلاً أنا باخد كتير أشياء أغراض من الدين، حتى أجار البيت صار على الدفتر، بس ما قال له ما بقى في وراء لحتى يضل يسجل له، لأنه أنا صار علي تقريباً 5 مليون دين. حتى في كتير أمور أنا عندي إياها أغراض بالبيت وبعتها. أنا أولادي اثنين ما عم بيروحوا على المدرسة، أول شغلة اليوم المدرسة بدها مستلزمات، مع إنه كان حلمي أولادي يروحوا على المدارس. أنا بشتغل اليوم تنظيفات بالبيوت، بما طلبني بطلع. تركزوا على شيء اسمه منظمات إنسانية، لأنه هي اللي فعلاً بتساعد. عم نتلي هيدي القبر لعلاج وسام، والحمد لله رجع يمشي على إجراء بعد ما كانوا إجراء مشلولين ما بيقدر يمشي عليهم، رجع يمشي ابني وسام. وقدرت أمنتلي مواد غذائية، يعني بقدر قدرت مشي حالي فيها بدل ما تكون على طول على الدفتر. فكنت عم سكر شوي، انتقلت زاد جسمي بس ما زاد روحي. أنا بعدني قوية، أنا قادرة أقوم أوقف وغير. يعني فيديو كتير مؤثر لعينة من أوجاع الناس ومأساتها ولأي وضع وصلنا، وغير يعني التعنيف اللي تعرضت له من زوجها. الخبرية شفناها بقساوتها، بس في إلها نهاية حلوة إنه أنتوا حدا. مظبوط. كنت عم أقول لك كمان إنه نقيناها، هي مرة قوية يعني تعذبت كتير بحياتها، بس عندها الويلنجنس يعني هي بدها تحسن وضعها، وما راحت لأساليب غلط بالحياة، ضلت واقفة حد ولادها، ما تركت ولادها، وعم تشتغل. يعني عندها 3 أولاد صغار وعم تشتغل. سو هيدا المثال من النساء اللي نحن بنحب ندعمهم، ومن العيال اللي نحن بنحب ندعمهم.
بدنا نقول انه ولادها صاروا بالمدرسه. نعم. مش هيك؟ واكيد انتم عم بتقدموا قد ما فيكم، يعني حتى اذا في ناس حابه تقدم وعم تسمعنا توقف حد هالسيده وولادها، كمان المجال أكيد. مفتوح. فيهم يفوتوا لعنا على الويب سايت www.nusaned.org، في محل they can donate، ينقوا البروجرام اللي بدهم اياه، هو adopt a family اسمه. ممتاز ممتاز، على امل انه كل هالناس يلي معذبه وعندها مأساة بحياتها نقدر كمان نكون حدها. اذا بدنا نحكي عن القيم الاساسيه لنساند تجاه حقوق المرأة والعيش المستدام، يمكن اشرتي لها بس اذا فينا هيك نحددها اكثر ونلخصها. هلا مثل ما قلت انه نحن عندنا ثلاث بروجرامات هن الاساسيات تاعولنا، وما عندنا مثلا education وhealth لحالهم. بهالبروجرامات تاعولنا المرأة هي شيء أساسي، يعني ما عندنا بروجرام خصوصي للمرأة، لأنه بكل وحدة من بروجراماتنا نحن بندعم المرأة مثل ما بندعم الـ environment كمان، يعني هول الأشياء أساسيات بالنسبة لنا. ما عندنا لجنة نسائية مثلا، لأنه نحن بكل بروجرام وحتى بالفولنتير تاعونا وحتى نحن اللي عم نشتغل أكثر من 50% من الناس الموجودين عم يشتغلوا هن نساء. وبحب بس يعني أكد لأنه هيدا شهر المرأة، حسب ما نحن اشتغلنا على الأرض وشفنا المرأة وقتها تكون موجودة بحيالة بروجرام عم تشتغل عليه، لأنه بتشغل عقلها وبتشغل قلبها بنفس الوقت، عندها الذكاء العاطفي بسموه emotional intelligence، ولأنه بتقدر تدير كذا شغلة بنفس الوقت بتلاقي الريزالتس كتير أسرع. يعني يعني كثير بنبسط وقت نطلع على محلات مثل ضيع كثير نائيه، بتلاقي هالنسوان اللي عاملين جمعيات تعاونيات، بتقول انت انه كيف معقول يطلعوا بهالافكار؟ بيطلعوا بافكار بتجنن، وعلى طول بيفكروا بكذا شغله بنفس الوقت غير تفكير للرجال. هلا بيزعلوا منا. لا اكيد يعني المراه عظيمه، وخاصه المراه اللبنانيه يلي عم بتعاند كل هالمصايب بهالبلد وتحاول تلم عائلتها قد ما فيها تحت جناحها. فتحيه لكل النساء اللبنانيات يلي بنشوفهم بعين البطوله والحب. نحن بدنا نشكرك غيداء نوام، اذا بتحبي تضيفي اي فكره. انا بس بدي اقول انه مين ما بحب يشارك بالتبني عائله بيقدر يفوت لعنا على الويب سايت، عنا بيج. نحن هيدا البروجرام كان تارجتت للناس اللبنانيه اللي عايشين برات لبنان، اللي هن عددهم 4 مرات قد اللبنانيه اللي هون. هن فيهم حيلا عائله برات لبنان فيها تتبنى عائله من لبنان، بتفوت عنا على البيج الادوبت فاميلي اللي نحن عاملينها بالشراكه مع اكت فور لبنان، بنقوا مثلا اذا حدا عنده ضيعه منا، نحن ويكفرين كل لبنان، بيفوتوا على الضيعة بيشوفوا مثل نبذة عن العيال اللي هن بيقدروا يساعدون. في عائلة بحاجة لدواء، في عائلة بحاجة لإديوكيشن، عائلة بحاجة لشي تاني، فيهم ينقوها للعائلة ويتبرعوا. نفس الشيء مشان الماراثون، فيهم هن يشاركوا معنا فيزيكلي، وياريت يعني السبار بحياة المرأة شيء كتير منيح أكيد لكل شيء بنفتس عليها. وإذا حدا برات لبنان ما قادر يشارك فيزيكلي معنا، في يتبنى حدا تيركض محله، يعني بيدفع الفي تبعه اللي هي 250,000 وبقرر مين من الأشخاص هو بده يركض عنه كمان. وإذا أنت بتحب تشاركنا إلي. أكيد أكيد. أنا بدي حييكم على كل الجهود اللي عم تشتغلوا عليها، وحيي كل الناس كمان يلي عم بتكون حدكم، المغتربين اللبنانيين يلي هن السند اليوم، لأنه ما بقى الوضع تعيس بكل البلد، وهن ما قصروا بهالثلاث سنين الصعبين، وإن شاء الله بيضلوا حد أبناء بلدهم. غيداء نوام رئيسة جمعية نساند، شكراً لك. شكراً لك. نحن بعد عنا فقرة أخيرة بعد البريك.